السلام عليكم. اليوم نكلمكم على المشروع تاع محطة تاع تصفية المياه المستعملة لولاية تفاية، تقع في ولاية مسيلة وبالضبط في بلدية أفلو. والمحطة التي تكتسي أهمية كبيرة وقصوى، خاصة بسبب الموقع الجغرافي نتاعها، يعني في وسط البلاد في مناطق تعتبر نصف جافة، يعني سيمي ديزرتيك. إذن يعني الضرورة يعني إنشاء مثل هذه المحطات لتصفية المياه للحفاظ على الطبيعة والحفاظ يعني المحيط شيء مهم جدا، ولازم تكون فيه ابتكارات في مجال التصفية تاع المياه بطريقة بيولوجية، يعني باستعمال طاقة الشمس واستعمال كذلك تحويل البقايا تاع المحطة هذه في تخصيب الأرض. لأن إن شاء الله يكون فيها خير ويكون فيه بحوث واستثمار في هذا المجال لكي نطور الطاقات، يعني المحطات نتاعنا تاع تصفية المياه المستعملة وخاصة في المدن الداخلية. ونترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.